Sí, se llamó. اليوم تم توزيع شهادات والدفاتر على تلاميذ سنة الخامسة، وتم في حفل بهيج حضره أولياء التلاميذ وبمباركتهم طبعا، وحضره جميع الأساتذة أيضا، والتلاميذ كانوا في غاية في حلة جميلة، غاية في الابتسام والبهجة. برغم الصعوبات اللي واجهها الأساتذة وواجهها الطاقم الإداري، إلا أنه توج في الأخير بالنجاح، واليوم احنا نعتبروا هذا المشروع مشروع تقييم المكتسبات لمرحلة نهاية التعليم الابتدائي. المشروع عنده أهداف وغايات الحمد لله تكون إن شاء الله بإذن الله بمجهود المنظومة التربوية تكون أهداف ناجحة، والغايات المسطرة لهذا التقييم هو أنه نقيموا التلميذ نتاعنا من حيث الكفاءات، الكفاءات الختامية اللي يخرج بها من المدرسة الابتدائية، حتى يتسنى للأستاذ المتوسط بإذن الله متابعة النقائص ومعالجة النقص في لهذا التلميذ. اليوم ستكون هناك كذلك أربع ورشات يقسم عليها هؤلاء الحاضرون معنا اليوم بغرض إعداد كل ورشة، يعني تعد تقرير خاص بها في مختلف المحاور التي ستكون محل نقاش بين السادة مفتشي المواد ومفتشي إدارة التعليم الابتدائي، سيكلف في نهاية المطاف بتقديم أو عرض التقرير.